اخواني في الله، السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد على قناه فكره ديكور. الفيديو نتاع اليوم، الخزانه اللي ورايا هذه هي خزانه حائط من الاخر الى الاخر في الاجناب ومن الاخر الى الاخر في السقف. الخزانه هذه ان شاء الله باش نوريكم اليوم طريقه نتاع تركيب وحدات الدرج، الادراج، الجراره هذه اللي تركب في وسطها او في وسط اي خزانه ثانيه، لكن ليس بالطريقه العاديه، بواسطه الليزر، باستعمال الليزر. هذه احسن طريقه تركبوا بها، يكون عندكم فيها شغل دقيق جدا باحترافيه ان شاء الله. هنا كما تشوفوا ناخذ الادراج نتاعي ونقوم بتركيب الوحدات نتاع المزلجات. الوحدات هذه وريتكم كيفاش تركبوها للمبتدئين، للناس الهواة بالضبط مثل المحترفين، في فيديو سابق فيه جميع التفسيرات، تقدروا تمروا عن طريق الدائره البيضاء على هذا الفيديو. بعد ما ركبت هذه نشوفوا مع بعضنا المقاس المشي نتاع الدرجه الثانيه نتاع الوحده نتاع الفتحه اللي هي الثانيه اللي مش تركب لهنا على الخزانه. الواجهه هذه اذا كان مش نركبها اللي بعدها تجي طوالي منها، هي ناخذ المقاس نتاع الثانيه زائد 2 ملم، يعني 4 ملم نتاع الفراغات بين الادراج، طرح 3 سنتي، تجي بالضبط النقطه هذه. النقطة هذه أنا رسمتها، اش نعمل؟ إذا كان مش نقعد هنا نقيس 15.5، هنا 15.5، هنا 15.5، كل مرة كنقيس نقدر نضيع مليمترات، المليمترات هذه بعدين تظهر على الواجهات أنه ماهوش مستوي بالضبط. نستعمل الليزر، نشوف مع بعضنا، نشغل الليزر نتاعي، شغلت الليزر، توا اش نعمل؟ نقوم بتطليع الليزر نتاعي للنقطة نتاعي اللي أنا حطيتها. شفتوا هنا بندور الإيد هذه هو بيطلع، أو بالعكس بندورها بالعكس بينزل. راهي بالضبط على الخط نتاعي. لهنا نشوفوا مع بعضنا، شفتوه الخط هذا، الخط هذا مستقيم بالضبط مع النقطة نتاعي. اش نعمل؟ نرسم عليه لهنا على الخط بالضبط بالقلم الرصاص، ومن الآخر بالضبط بالقلم الرصاص. خلاص خلاص، ناخذ مسطرة أو أي حاجة مستقيمة، أنا عندي خشبة، نحطها بالضبط مع النقط هذه. هكذا أوب ونقوم بعملية تسطير خط بواسطة قلم الرصاص. شفتوه الخط بالضبط فوق الليزر. نعاود نفس العملية من الناحية الثانية، وقت نرسم الاثنين خطوط هذا يصيروا بالضبط مستويين متوازيين مع الدرج الجاي واللي بعده وانت ماشي، لانه الليزر ما بيخطئش في الامور هذه. هنا نحتاج اني ندخل الدرج ندخله لداخل 16 ملم، لانه عندي الواجهات نتاع الادراج المشتركه من بعد هنا تدخل الداخل مع الدرج، واللي هي بالضبط مع مستوى الاخر نتاع الخزانه. انتم اذا كان عندكم الواجهات هكذا، يعني فوق الاخشاب، توليو تعملوهم بالضبط من غير ما تعملوا العمليه مش نعملها انا الان. نوريها لكم للناس اللي مش تشتغل ادراج داخليه. ناخذ خشبه بنفس السمك نتاع الواجهه اللي مشتركه من بعد، نحطها هكذا. من بعد ما نخليها ناخذ وحده نتاع التثبيت، ونقوم بالتثبيت نتاعها بكيفية انها تكون بالضبط مستوية مع الاجناب، لانه من بعد مش يدخل الدرج في مكانها، يولي بالضبط مع الاجناب مستوي. ثاني من وحدة الفتح اللي تركب على الخزانة نحطها قدامي هكذا، ندخلها لهنا ونحطها على الخط نتاعي اللي رسمته بالضبط. يعني لازمها تضرب هنا في الخشبة هذه بالضبط هكذا، وتقوم بالتثبيت نتاعها إن شاء الله هكذا. الجزء الأول، من بعد نشيل الخشبة نتاعي صارت هكذا، نشوف الجزء الثاني نسقمها معاه، ناخذ البرد اللي بعده ونقوم بالتثبيت نتاعها كذلك هكذا. خلاص صارت عندي بالضبط، امورها واضحه سام سام ان شاء الله. دور الليزر للناحيه الثانيه ونركب الثانيه اختها بالضبط مثلها. لهنا اخواني شوفوا مع بعضنا، ندخل الدرج نتاعي اول، نركبه هكذا اهو، نقوم بالتثبيت بواسطه المفرغ. خلاص الدرج الاول عندي جاهز، شفتوه؟ ومن هنا مشغول، الفراغات هي نفسها، لهنا 2.5 ملي
ولهنا 2.5 ملي. ترى واش نعمل؟ واش نعمل نركب اللي بعده ونشوفوا كيفاش نقوموا بعملية التركيب نتاع التالي. ناخذ التورش نتاعي اللي ركبت عليه الوحدات هذه نتاع الفتح، ندخله في الوحدات اللي ركبتها لهنا بالليزر المقص. خلاص نشوفوا مع بعضنا الدرج نركب، لكن لازم كذلك واجهه. ناخذ الواجهه نتاعي وعندي الثقوب هذه الاربع اللي من داخل باش ندخل فيها البراغي باش نثبت بها. ناخذ الواجهه، ناخذ الوحدات، اي حاجه نقيس بها تكون مستويه بالاختيار نتاعي. يعني انا عندي 2 فاتح 2 ملي متر ونص سمك الحديد نتاعهم بخليهم هما. خلاص من بعد نقعد ندفع وهكذا ونقوم بالتعديل نتاعو بالضبط مع اخوه، يصيروا على نفس المقاس يمين ويسار. من بعد اش نعمل؟ ناخذ البرغي 30 ومكان الحفر نتاع الايد ندخل فيه برغي ونقوم بالتثبيت نتاعو. هذا المكان من بعد الحفره هذه اللي تركب فيها الايد. خلاص ركبت الاولى، من بعد نمشي للثانيه وننظر هربتش عندي حاجه. اذا كان هربت حاجه نسقمها نقاومها، اذا كان ما هربتش نخليها هي نفسها، اموري واضحه ان شاء الله. ونركب الثانيه، خلاص صار الدرج مثبت بالاثنين ثقوب البراغي هذه اللي باش تركب فيها من بعد الايد. نشيل المفاتيح نشوف عندي كل شيء مستقيم، اموري واضحه بالضبط. شنعمل تو؟ نفتح الدرج بتاعي، ناخذ براغي 30 ملم كيما قلت لكم، يعني 3 سنتي، نجي من الداخل ونقوم بالتثبيت نتاعهم مع بعض من الداخل. ثبتوا من الداخل، هذا ما عادش عندهم عندي حاجه، يعني ما عادش محتاجهم لانهم كانوا هما مثبتينه في الاول. في البدايه نشيلوا، ناخذ التراك مثقب رقم 3.5 4 ونقوم بالثقب الاثنين مع بعض. خلاص ناخذ الايد بتاعي ندخل من هنا هكذا البراغي من الداخل يطلعوا قدام، يعني هكذا، ونركب بالطريقه التاليه الايد اللي بعدها ونقوم بالتثبيت نتاعها بالبراغي نتاعي. خلاص الدرج الثاني جاهز، نقفله ونشوف بالضبط. ما عنديش المليمترات كلها بالضبط، شوفوا معايا شفتوها. يفتح الاول، الادراج ما تضربش ببعضها، الفرق بينات 2.5 على الداير. نكمل اللي بعده الثالث. لهنا نشوفوا اخواني، بعد ما ركبت الادراج نتاعي اذا كان لاحظتوا انا السقف، يعني الخشبه اللي هنا اللي تجي فوق الادراج ما ركبتهاش، ما ركبتهاش. هي ليش ما ركبتهاش من الاول؟ كنت نقدر نركبها من بعد ركب الادراج، حتى نوريكم حاجه اسهل للمبتدئين، لانه لما تكون هي موجوده يصير عليك الحساب من تحت والقياس وكذا، يعني متعب، يكون هكذا مفتوح ما فيش ولا حاجه، بتشتغل بتركب كل شيء امور واحد، تو تصير تعدل فقط الخشبه هذه اللي من فوق. نفس الشيء بالليزر، كيفاش؟ انا مش نوريكم. الخشبه عندي 16 ملي، ناخذ خشبه مثلها كيما هكا، نحط الوحده اللي حسبت بها بين الادراج، يعني المسافات. انا عندي هنا 2 دقائق مثلا هكذا هكذا وهكذا، ونحط الخشبه نتاعي هذه هكذا او، يعني مثل الخشبه مش تركب من فوق. من بعد ما نخليها ناخذ القلم نتاعي ونرسم لهنا بالضبط في الوسط نتاعها، نرسم خط لهنا على هذه الوحده كما تشوفوا لهنا، ونوجهوا للمكان الخط اللي عملته. اوب لهنا عندي الخط. شفتوها اخواني كيفاش لازمها تركب من 4 براغي، من هنا 2 مع الحائط و2 من هنا ناحية لمن هناك. شفتوه لازم الليزر يكون واضح على الاحرف نتاعها الكل، يعني تكون مستقيمة 1000% ان شاء الله. توا خلاص ثبتها، ناخذ الدرج اللي شلته ونرجعه لمكانه وخلاص.
كان ما تقدروش تشتغلوا بالمسطرة أو بالمتر بالمليمتر، إنه فما أمتار تقيس بهم، تلقى ضايع مليمتر مليمتر ونص، 2 مليمتر صيني ولا حاجة مثل هذا. لذلك من الأحسن تشتغلوا هكذا بالليزر، تكونوا فرحانين بالشغل نتاعكم لما تخلصوه، وتجي إنسان بيشوفه بيلقاه مستقيم وكأنه مصنوع يعني بواسطة رجل آلي وليس بواسطة إنسان عادي. لانه من الصعب انه الايد العاديه تقوم بعمليه يعني التعديل بتاع ادراج او غيره بنصف المليمتر. اخواني ان شاء الله يكون الفيديو هذا عجبكم، بارك الله فيكم، دمتم في حفظ الله، والى اللقاء. اشتغلوا دائما كل شيء مستقيم، تبنيوا جدران مستقيمه، تليسوا لياسه مستقيمه، تركبوا سيراميك، سيراميك مستقيم، تقوموا بتركيب ابواب، ابواب مستقيمه، تركبوا اثاث، كل شيء مستقيم. اذا كان تحب تصير محترف، العمل نتاعك لازم دائما يكون معاه في اخر العمل كلمه مستقيم بالمليمتر. بارك الله فيكم، دمتم في حفظ الله، والى اللقاء.